على اسم مينا الثورة تقدر تقول ما تشاء. مينا دانيال ابن البسطاء الذي ناضل من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية. مينا الذي يعيش في ضمير الشرفاء والوجدان الجمعي للمصريين كبطل شعبي دفع حياته ثمنا لإيمانه بعدالة قضيته، وسيذهب القتلة حتما إلى مزبلة التاريخ. قبل عامين دهست مدرعات الجيش المصري مواطنين أقباط عزل وقتلت 27 متظاهرا سلميا بدم بارد فيما يمكن توصيفه بجريمة حرب ارتكبها جنرالات المخلوع مبارك الذين سمحوا للمتطرفين بالتحريض ضد الأقباط، ووصل التحريض إلى التلفزيون الحكومي في واقعة غير مسبوقة ودعوة صريحة للاقتتال الطائفي. وقبل الذكرى الثانية للمجزرة بأيام تطالعنا الصحف بأن أحد المسؤولين عن ما حدث ينوي الترشح لانتخابات الرئاسة، وكأن الشعب المصري قد نسى يده المخضة بدماء أبنائه. في الذكرى الثانية لاستشهاد مينا دانيال تؤكد الحركة التي تحمل اسمه أن شعارها الذي اتخذته منذ عامين وهو وطن بلا فقر بلا قهر بلا تمييز ما زال صالحا، لأنه للأسف الوطن ما زال يعاني من الفقر والقهر والتمييز، بالإضافة إلى عدم محاسبة قتلة الشهداء وتقديمهم للعدالة. وهنا تؤكد حركة مينا دانيال على ثلاثة منطلقات رئيسية. أولا، حركة مينا دانيال حركة وطنية يسارية تدافع عن الطبقات المهمشة والفقيرة وتهتم بحقوق الأقليات الدينية والعرقية مثل كل الحركات المصرية الوطنية، ولا تنحاز إلا للوطن وللفقراء. ثانيا، دعم الحركة للمسار السياسي بعد الموجة الثورية في 30 يونيو بتحفظ كما جاء في بيان الحركة حينها وعقب التشكيل الوزاري، جاء انحيازا واضحا لجماهير الشعب المصري المحتشدة بالملايين في الشوارع ضد حكم مكتب الإرشاد والقوى الرجعية التي لا تتورع عن رفع السلاح في وجه المجتمع لفرض أفكارها الظلامية، وإدراكا من الحركة لخطورة سلطة دينية رأسمالية دعت الحركة لأول مظاهرة ضد حكم المعزول مرسي في الأول من أغسطس 2012 لتعاون الإخوان مع صندوق النقد الدولي لتعاون حكومة الإخوان مع صندوق النقد الدولي وخضوعها لشروطه ضد مصالح الطبقة الأعرض من الشعب. وكانت الحركة في طليعة القوى الثورية التي تظاهرت ضد حكم الإخوان، ودفعت الحركة اثنين من أعضائها كشهداء هما الحسين أبو ضيف وهيثم منير. ثالثا، تؤكد حركة مينا دانيال على أن القصاص العادل من قتلة الشهداء هو السبيل الوحيد لاستقرار البلاد، ولن تستمر أي سلطة في الحكم دون محاسبة القتلة. وهنا نؤكد على أنه لا مصالحة على الدم تحت أي ظرف سياسي وبأي شكل من الأشكال. المجد للشهداء، المجد لروح مينا دانيال.